مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دينا، وزني 116، سني 21 سنة. كنت من وأنا صغيرة مليانة أصلا، بس كنت بزيد وبتخن وكده. في آخر فترة كنت تعبانة جدا من شكلي، فجأة زدت جدا بعد ما قعدت من الجامعة، أخدت الأجازة بقى وكان عندي فراغ للأكل ومش بشتغل، فكان وزني زايد جدا وحالتي النفسية تعبت بقى. وبابايا حتى لاحظ ده، هو مامتي ما كنتش بنزلش خالص ولا بروح وباجي، فبابايا كان بيشجعني ان انا اجي اعمل العملية دي، ومامتي كانت تقف جنبي وكانت تقولي ما تخافيش ومش عارف ايه. انا كنت خايفة جدا منها، وكمان انا بحب اللبس، فكنت بدور على لبس كمان. يعني انا نزلت قبل العيد زي اي بنت، نزلت اشتري هدوم، لقيت كل هدوم تقريبا اللي انا عايزاها ما كانتش مقاسي، فدي حاجة يعني اثرت فيها اكتر كمان. فخلاص قررت وقلت لبابا تمام، ورحنا عند دكتور كريم. فدكتور كريم فضل لي عملية تكميم معدة، واستنوني ان شاء الله بعد العملية. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيكم. الحقيقة طبعا النهاردة احنا عندنا يمكن حالات كتيرة، منها أستاذة دينا الحقيقة يعني سنها مش كبير، 21 سنة، 116 كيلو، صح كده؟ 116 كيلو. الحقيقة طبعا احنا في السن الصغير المقبل على، يمكن في سن الجامعة، المقبل على الزواج، المقبل على حياة اجتماعية، الحقيقة طبعا احنا بنحاول ان احنا ننزل الوزن بطريقة فعالة وتكون امنة وامنة، يعني طريقة امنة في السن اللي هو الصغير 21 سنة. الحقيقة احنا بنحاول نعمل تكميم معدة مش تحويل مسار، طالما مفيش اصابة بالسكر، وبنحاول ان احنا ننزل الوزن باقل وقت في العمليات واقل اقامة. تقريبا التكميم بيقعد 12 ساعة بالفاست تراك تكنيك. الحقيقة طبعا ان تكميم المعدة في السن الصغير بتنزل الوزن بطريقة فعالة جدا، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة في البطن، زي عملية المرارة لو في حد في محيط المعارف يعني عامل عملية مرارة، هي تقريبا نفس الفتحات. بيتم تصغير المعدة، بنصل الى يعني الشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترة كبيرة، وتقليل كمية الاكل بنوصل لها بسرعة، والحقيقة نزول الوزن فعال جدا بدون أي مشاكل، دون تأثير على أي امتصاص، لا تؤثر على الامتصاص ولا تؤثر على يعني أي فيتامينز في الجسم، لأن الوجبات هي نفسها بتمتص كاملة في عملية التكميم. أنا شايف إن هي فعالة وبنوصي بيها كل الناس اللي هي يعني في سن صغير المقبل على الزواج، لأن السمنة في السن ده بتمنعنا اجتماعيا من التواصل السليم في المجتمع، بتعمل مشاكل اجتماعية كتيرة جدا. تأخر سن الزواج بيكون بسبب السمنة المفرطة، تأخر سن الإنجاب نفسه بما للسمنة من مشاكل زي تكيس المبيض. فالعلاج السمنة المفرطة في السن الصغير بتكميم المعدة من الحلول الفعالة الآمنة، وعلى المدى البعيد يمكن بتحافظ على الوزن دون أي مشاكل. وأطمنكم على دينا إن شاء الله ما بعد إجراء العملية. بالتوفيق دينا. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس.
انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي. يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سم. 6 سم دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي. وبعد الدباسة ما بتدخل تدبس، بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضه 6 سم إلى أن تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات أو 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم أكبر شوية. الدباسة دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضه بنفس الطريقة، هو ده الدبوس بتاعها برضه 6 سم، بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي. بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجا شور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة، اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجا شور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي، ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل. الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة التانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بالونة، ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم،
المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، الامورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير، احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. أنا دينا، سني 21 سنة، وزني 116 كيلو. عملت عملية تكميم معدة مع دكتور كريم صبري. بعد 6 ساعات من مرور العملية قدرت اتحرك شويه واتمشى وشربت حاجه بسيطه، وان شاء الله هكون احسن. اهلا بيكم. الحقيقه بطمنكم على دينا، الحمد لله هي عملت عمليه تكميم المعده. العمليه دي بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، قامت اقل من 12 ساعه في المستشفى. العملية طبعا بتقلل الجوع، بتزود يعني نسبة الشبع بنسبة كبيرة، ما بنجوعش على فترات كبيرة، بنصل للامتلاء يعني عند كميات صغيرة قوي من الوجبات، وبالتالي نزول وزن تدريجي يمكن محكم بدون تأثير على الامتصاص الفيتامينز وأي أنواع من الأكل اللي احنا بناكله. الحقيقة طبعا احنا بننصح فيها بسن صغير، لأن دينا 116 كيلو. الحقيقة طبعا كان الاختيار فيها تكميم معدة، لان احنا يعني السن المقبل على الجامعة او السن اللي هو صغير، الحقيقة طبعا بنعمل فيه تكميم المعدة، عملية امنة لا تؤثر على الامتصاص، لا تؤثر على الصحة العامة، هي عملية امنة تماما في السن الصغير. عودتنا للحياة الطبيعية خلال يوم من اجراء العملية، يعني احنا بنقعد في العمليات بعد الخروج ساعتين بنتمشى، 6 ساعات بنبتدي نشرب، 12 ساعة بنخرج من المستشفى. اليوم اللي هنخرج فيه ممكن نستريح فيه في البيت، وبعد كده ننزل للحياة الطبيعية سواء الجامعة او سواء شغلنا العادي الطبيعي. هطمنكم على بقية العيانين، ونطمنكم على كل الناس اللي عملت عمليات النهاردة، والحمد لله على سلامتك دينا. الحمد لله على سلامتك. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. أنا دينا، سني 22 سنة، عملت عملية تكميم معدة مع دكتور كريم صبري من سنة. أنا دلوقتي خسيت 37 كيلو، كنت 116، بقيت دلوقتي 79 كيلو. طبعا حياتي اتغيرت في الفترة دي، السنة دي غيرت لي حاجات كثيرة جدا، نفسيتي لكل حاجة، والنظام اللي أنا ماشية عليه مع اتباع دكتور كريم صبري والفريق اللي معاه هو ده اللي وصلني ان انا اكون في نفسية احسن دلوقتي. العملية مش صعبة خالص، وكنت بتحرك بعديها على طول. انا دلوقتي باكل كل نفسي فيه بس بكميات قليلة، ومفيش اي تأثير على صحتي، لان كان كله بيقول ان انتي سنك صغير وليه تعمل العملية وليه وليه وليه، بس انا كنت وصلت لمرحلة انا نفسيا متدمرة ومكنتش قادرة اعمل دايت تاني لاني كنت تعبت. انا دلوقتي احسن، بقيت في الحاله اللي انا نفسي حاجه اللي انا كنت نفسي فيها. دلوقتي بقدر ادخل اي محل البس اللي انا عايزاه، ما مش قافله على نفسي، بنزل وباجي وبشتغل. انا كنت الاول ما بنزلش من البيت اصلا. فشكرا لدكتور كريم صبري، وشكرا لكل الفريق اللي معايا.
هذا البرنامج برعاية التحدي أكبر وأعظم. مركز دكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. احنا عندنا هدفين، الاطباء على مستوى عالي جدا، كنا نجهز العياده باحدث الاجهزه، الكواليتي اوف سيرفيس في اختيار الطبيب واختيار الجهاز. جميع خدمات قسم الجلديه في يس كلينك بتقدم من خلال اطباء متخصصين مجال الجلديه والليزر. احدث تقنيات الهايدرو فيشل في تنظيف البشره، احدث اجهزه الليزر العالميه لازاله الشعر باستخدام افضل التقنيات واكثرها فعاليه. احدث التقنيات والحلول لتجميل المنطقه النسائيه. في مجال الترحيب والتغذيه العلاجيه جبنا احدث اجهزه ان نعامل المريض اللايف ستايل اللي يمشي عليه، وكذلك ان احنا لو في مناطق معينه فيها تكتلات دهنيه بسيطه ممكن نتعامل معاها بهذه الاجهزه. احدث اجهزه البودي كونتورينج زي الالفت هايفو وباور شيب 2. بندمج اكتر من جهاز باكتر من تكنولوجي علشان نحقق النتائج المطلوبه في وقت اقل. دكتور عمرو النجاري، استاذ جراحه التجميل، عضو الجمعيه المصريه والدوليه لجراحه التجميل. عينينا هي حياتنا. من واحنا صغيرين كنا دايما مبهورين بعلاقة الألوان مع بعض، ومع كل مرحلة في عمرنا كنا بنكتشف درجات ألوان جديدة، ولما كبرنا بدأنا نشوف الحياة بوضوح، وكل لون بقى ليه معنى وتجربة مختلفة، وفهمنا قد إيه إن عينينا دي هي كل حياتنا. في مراكز الأستاذ الدكتور أحمد المعتصم استشاري طب وجراحة العيون، عينيك هي حياتنا. التحدي أكبر وأعظم. مركز دكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. عينينا هي حياتنا. من واحنا صغيرين كنا دايما مبهورين بعلاقة الألوان مع بعض، ومع كل مرحلة في عمرنا كنا بنكتشف درجات ألوان جديدة، ولما كبرنا بدأنا نشوف الحياة بوضوح، وكل لون بقى ليه معنى وتجربة مختلفة، وفهمنا قد إيه إن عينينا دي هي كل حياتنا. في مراكز الأستاذ الدكتور أحمد المعتصم استشاري طب وجراحة العيون، عينيك هي حياتنا. هذا البرنامج برعاية